أخيرا عادت الحياة لتعزف إيقاعها في المكلا، المدينة التي كانت قد حولتها القاعدة إلى سجن كبير للسكان منذ أن سيطرت عليها في أبريل من العام الماضي. هنا الناس يبتهجون بممارسة فنونهم الشعبية بعد أن كانت من الأشياء المحرمة في ظل سيطرة التنظيمات الإرهابية. بشغف عاد هذا الطفل لاحتضان لعبه وافتراش رمل البحر الذي حرم هو والكثير من أقرانه من الخروج إليه لأشهر. أما هذا الفلاح فقد وجد بعودة الأمن إلى المحافظة فرصة للاعتناء بمزرعته، وكذلك هو حال الكثيرين من أصحاب المهن والحرف الذين رجعوا لممارسة حياتهم الطبيعية. عهد جديد يبدأه أبناء المكلا مع مدينتهم، يسعون من خلاله لترميم ما خربته حرب الجماعات الإرهابية من خلال العودة إلى يومياتهم المليئة بالبساطة والألفة.